هذه النغمة انتشرت فجأة، ولكن هناك نغمة من بعض من لا يحب النادي الأهلي أو لا يشجع النادي الأهلي، هجوم على النادي الأهلي مستمر خلال هذه الفترة، وأن الفترة اللي أنا لعبت فيها في النادي الأهلي ما كانتش جيدة. رأيك في الموضوع هذا في هذا الهجوم عليك يعني؟ مش علي أنا، هو بيتكلم أي حد في 3 4 5 كانوا بيلعبوا قبل كده في النادي الأهلي طالعين يقول لك إن هم الفترة بتاعت النادي الأهلي دي بالنسبة لهم ما أضافتش ليهم كتير، وإن النادي الأهلي بيبيع أولاده وبيبيع أبنائه وكلام من هذا القبيل. يعني حقيقة أنا الحمد لله إن أنا ما قريتش أو سمعت الكلام ده، لأن أنا ابن النادي الأهلي، حتى اللي بيجي يحضر فترة صغيرة جدا في النادي الأهلي وشوفنا الأمثلة دي على مدى تاريخ النادي الأهلي 100 وشوية سنة، ما فيش حد خرج من وأساء للنادي، استحالة. حتى اللي بيجي فترة صغيرة ويمشي ولا يوفق برضه هتلاقي بيشيل ذكريات طيبة جدا للنادي. فالحاجة دي الحقيقة أنا مش موافق عليها وما أحبهاش، وما أعتقدش يبقى اللي بيقول هذا الكلام جانبه صواب وهيندم عليه في يوم من الأيام، لأنك أنت مش بتسيء لمبنى اجتماعي أو لجنينة أو لملعب، أنت بتسيء لجمهور عريض قوامه كبير جدا، 70-80 مليون متوزعين في مصر وخارج مصر، فأنت بتفقد هذه الشعبية نتيجة انفعال أو نتيجة حد إثارة علشان تنال البيت اللي أنت قعدت فيه حتى لو أنت قعدت شهر. أنا في اعتقادي يعني الكلام ده هيندموا عليه، اللي بيقول الكلام هيندم عليه، لأنه النادي الأهلي بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل ربنا نمرة واحد، ثم من خلال النادي أنت بتعمل شعبيتك، بتعمل ظروفك المادية بتتحسن أنت وأسرتك وكل اللي مرتبطين بيك، إلى جانب طبعا الناس مش هتنسى أنك أنت في يوم من الأيام أسأت للنادي اللي رباك. واللي ما ينفعش يا كابتن احنا كناس شرقيين ان انا ابقى قاعد في بيت مع والدي ومع اسرتي، حتى لو مش والدي قاعد مع خالي او اي حد من قرايبي واقعد معاه فتره، ومجرد ان انا ممشيت اسيء لهذا البيت. دي مش من عادتنا ولا من عاده اي حد اصيل بيحاول ان هو ينال من المكان اللي هو اكل عيش وملح فيه وعاش اوقات اكل. مش معنى ان انا مشيت من النادي او لسبب او لاخر سواء فنيه او غير فنيه ان انا اسيء لهذا البيت اللي انا اتربيت فيه، وخاصه عيله النادي الاهلي. عيله النادي الاهلي عيله اصيله طول عمرها، والحاجات العابره الصغيره دي ما بتستمرش، لان في استثناء، ما فيش كمال الا لله وحده، انما في استثناء، الاستثناء ده ممكن يبقى حاجات بسيطه انت بتقول 3-4، انما على مدى تاريخ النادي كام مئات من النجوم دخلوا النادي، في حد منهم أساء للنادي في خلال 110 سنة؟ مفيش. فالحاجة دي استثناء، ما أعتقدش إنها ممكن تأثر في هذا التاريخ. ودي حاجة رسالة بنقولها لأولادنا، أعتقد إن النادي الأهلي إن شاء الله إذا كان هناك حد أساء فبرضه الأب والأم في البيت، إذا حد أساء هو لا يمكن هيسيء لأولاده، وبالتالي في يوم من الأيام هيجي ويعتذر، والنادي الاهلي هيلاقي النادي الاهلي فاتح له ايديه بياخده بالحضن، لانك انت في يوم من الايام كنت ابن من اولاد النادي الاهلي. طيب كابتن ماهر، النادي الاهلي بيصنع نجوميه الاجهزه الفنيه واللاعبين، ولكن ايضا بيصنع نجوميه للي عايز يشتهر، بمعنى والله صح يعني نجوميه النادي الاهلي معروفه داخل النادي الاهلي، انت كلاعب في النادي الاهلي او مدير فني او اداري في النادي الاهلي او كذا او كذا او كذا، ولكن في النهايه ايضا ممكن تطلع تهاجم النادي الاهلي وتشتهر. يعني زي ما انت قلت يا اسلام، قله هي اللي بتحاول، عايزه تبقى في الاضواء، عايزه تشتهر، وده بيرجع لقله شخصيته. يعني طول عمر النادي الاهلي خيره على الجميع، طول عمر النادي الاهلي بيربي ولاده، طول عمر النادي الاهلي حتى اللعيبه اللي مش ولاد النادي الاهلي اللي هم بينضموا للنادي الاهلي بيختارهم من خلال شخصيتهم، من خلال ادائهم المميز، من خلال احترافيتهم. النادي الاهلي طول عمره خيره على الجميع، حتى يعني عايز اقول لك حاجه يا اسلام، انا يمكن ابن النادي الاهلي، مش موجود حاليا في النادي الاهلي، لكن شغال في مؤسسه محترمه من خلال النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك ان يكفي
ان انا اسمي ماهر امام اللي لعبت في النادي الاهلي اللي هي تاريخ في النادي الاهلي، فبناء عليه بيشفع لي في المؤسسه اللي انا شغال عليها كرئيس قطاع الناشئين طبعا، وهي مؤسسه محترمه زي مؤسسه الانتاج الحربي. فعايز اقول لك حتى كل زمايلنا اللي مش شغالين وخدموا النادي الاهلي لكن بيشتغلوا داخل مصر من خلال اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، او خارج مصر باسم وكيان النادي الاهلي. فالنادي الاهلي خيره على الجميع، وانا عايز اقول لك ان دي قله بتحاول ان هي عايزه بس تتشعبط في اي حاجه، قله بتطلع تتكلم كلام على النادي الاهلي على اساس انها عايزه تنتشر، عايزه يبقى ليها مطلع في 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 قناه في 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 مؤسسه. فعايز اقول لك ان الكلام ده اسلام مع الاسف بيرجع عليهم وبيبقوا قليلين وصغيرين جدا، والنادي الاهلي بيرفضهم. فالنادي الاهلي كبير طول عمره بمؤسسته بمجالس ادارته باجهزته الفنيه بلاعبته، طول عمر النادي الاهلي خيره على الجميع. طيب بلال، في مدرسه وانا عايز اسالك انت عليها.